السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة شيوات ومأداة. اليوم غادي نقدم لكم كريات ديال البيتزا بالعجينة السحرية، كيجيو رائعين. تبعوا معي المقادير. بسم الله، عندنا هنا الخميرة، عشق كبير هذه الخميرة، عندنا عشق كبيرة ديال السكر سنيدة، نخليهم في الجنب ونجمعوا العجينة. بسم الله، عندنا كيلو ديال الدقيق، عندنا الزبدة، جوج عواشق زبدة، عندنا الحليب، نجمعوا العجينة، انا ما درتش الماء نهائيا، نبقى نجمع بشويه بشويه غير بالحليب. ناخذ الخميره، نخويوها كاملة، ونجمعوا العجينة ديالنا. نزيد شوية دقيق، وغنضيف البنات المايونيز، مكون اساسي كيعطي بنه زوينه. تقريبا ناخذ شي 4 العواشق، وغنبدا نجمع في العجينه. غنضيف شويه الملحه، وغنبدا ندلك في العجين. ندلك لهنا، من بعد ما دلكت العجينة غادي نجمعها باش تخمر، نحطها حتى تخمر ونرجع لكم. السلام عليكم، ها
هي العجينه ديالنا خمرات من بعد ما خمرات، هانتوما كيف كتشوفوا. ناخذها ونبقى نشكل فيها، من بعد ما خمرت غادي ناخذوها وغادي نبقى نشكل فيها بحال هكا كريات قد البيضه تقريبا. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكريات ديالي. هانتوما كيف كتشوفوا هنا، من بعد ما شكلت، من بعد ما شكلنا وسالينا الكويرات ديال العجينه، غادي نوجدوا الحشوه. في الحشوة عندنا غندير شوية الزيت ديال الزيتون، عاشق زيت الزيتون. غندير الزعتر تقريبا عاشق ديال الزعتر، ندير شوية بزار، غير رشة ديال البزار، رشة ديال الملحة، وغنضيف عليها توم بودرة. اللي عنده الثومه ديال البصل ديال البصل بودر يديرو. ندير شويه كاتشوب، وغنضيف عشق ديال الزيت ورقة سيدنا موسى. وغتولي عندي صوص بيتزا، صوص طماط بيتزا ديال بيتزا البنات. وغنضيف شويه ديال الخضره، هنا درت انا فلفله، فلفله مقطعه مربعات صغار، وبصله، وغنضيف عليهم شويه ديال البزار. ورشه ديال الملح،
غندوز دابا وغناخد غندوز ناخد الكريات غادي نقرص فيهم شويه وغناخد شويه ديال صوص طوماط ديال البيتزا اللي وجدنا وغنضيف شويه الخضره اللي عندو الزيتون الكاشير الكفته يديروا شويه ديال الطوم ناخذ شويه ديال الطوم انا درتها بالطوم وشويه ديال الموتزاريلا وغادي نجمع وغنستمر بهذه الطريقة حتى كنسالي ممكن ديروا فيها الكفته ممكن ديروا فيها الزيتون الكاشير داكشي اللي واجد عندكم في الدار من بعد ما سالينا الكورات ديالنا كاملين كورناهم غادي دابا نغطيهم ونخليهم نخليهم يخمروا شويه باش ندخلوهم الفران ها هما الكريات ديالنا ديال البيتزا من بعد ما خرجتهم الفران ما عطاوش اللون لحقاش ما درتش فيهم البيض غادي نرشهم دابا بموتزاريلا غندير ليهم الجبن وغادي ندخلهم الفران ونتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي كنتمنى يعجبكم كتجي زوينه وغادي يبغيوها الدراري الصغار بزاف بالنسبه للامهات بيتزا بالنسبه للامهات يديروها لوليداتهم بيتزا على شكل كويرات كتجي زوينه وكتجي لذيذه بزاف انتما كيف كتشوفوا كتجي عجينه ديالها بحال الشفنجر طبعه انتما كيف كتشوفوا زوينه كنتمنى تعجبكم
هانشومة صراحة زوينة. نتمنى تعجبكم وتجربوها، وإلا عجبتكم ديروا لي جيم، وما تنسونيش من الجيم وابوني، وشكرا وبالصحة والراحة.